أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى أفاق أرحب. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المشترك. عقد الرئيس السيسي اجتماعا لمتابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، موجها بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء منطقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة. عقد الرئيس السيسي اجتماعا لمتابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، موجها بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتمويل على مستوى الجمهورية. كما وجه الرئيس السيسي بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بمجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا في مدينة السادات بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائي بالدولة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ حيال وقف صادرات الحبوب الأوكرانية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود، وذلك بعدما علقت روسيا مشاركتها في الاتفاق الذي يسمح بمغادرة هذه الشحنات الحيوية. أعلن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق عن اعتزام الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم إطلاق مبادرة العمل للتكيف والقدرة على التحمل المائي، موضحا أن المبادرة تأتي استجابة للنداءات الدولية لتعزيز ترابط عمل المياه والمناخ في مواجهة الجفاف والتصحر وندرة المياه والفيضانات، حيث تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجالات رفع كفاءة إدارة المياه ونظمها المتكاملة. شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة عن التغيرات المناخية في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27، وقال عضو التنسيقية حسام الدين محمود إن التنسيقية أطلقت لجنة المناخ بهدف حشد جهود المجتمع وبناء القدرات نحو العمل المناخي، وتحدث المشاركون في الندوة عن أهمية قمة المناخ القادمة ودور مصر في العمل المناخي والمشروعات المنفذة في هذا الإطار، وكذلك التزام الدول بالتعهدات نحو التكيف المناخي والحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية. وصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلساتها النقاشية في محافظة القاهرة حول محاور الحوار الوطني بحضور أهالي حي الزيتون والأميرية وممثل الأحزاب السياسية وبعض العاملين بالعمل العام، وناقشت الجلسة عددا من المشكلات الهامة سواء التي تواجه الأسرة المصرية من غلاء الأسعار والبطالة، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الشابة وعدم تقنين المشروعات الصغيرة ومشاكل البنية التحتية. تواصل وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية
حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط 776 عنصراً إجرامياً بنطاق 24 مديرية أمن بحوزتهم 343 قطعة سلاح نارية. كما تم ضبط 105 متهماً خلال استهداف البؤر الإجرامية ببحيرة المنزلة وضبط 1120 قطعة سلاح ناري. كما تم تنفيذ 572433 حكما قضائيا وضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهما وضبط 2275 قضية إتجار بالمواد المخدرة.